اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. النهارده ابرز خبر معانا انتخابات اتحاد الكوره. زي ما قلت معاكم في بدايه الحلقه وفي الانترو، يمكن بعد حوالي سنتين ونصف يمكن منذ اقامه كاس الامم الافريقيه في مصر عام 2019 وبعد استقاله مجلس الاداره وقتها، الاتحاد الدولي تدخل في فتره من الفترات وتم تعيين لجان مؤقته لاداره الكره المصريه. هي خريطه جديده او اداره جديده للاتحاد الدولي بيحاول يتفادى فكره ان يكون في اداره من خلال المدير التنفيذي، وده ما بيحصلش الا في افريقيا. يعني على مدار سنتين ونص شفنا الكلام ده في مصر وفي كينيا وفي كوت ديفوار وفي الكاميرون، في دول كتير جدا. كل ما يكون في مشكله في اداره بعض الاتحادات على طول الاتحاد الدولي بيعين لجنه، وزي ما يكون اداره الاتحادات في الفيفا دورها او الواجب اللي منوط بيها ان هي تعين لجان في الاتحادات الوطنيه في افريقيا. عموما تم تعيين لجان، لجنه خماسيه، لجنه ثلاثيه، لجنه احاديه. عموما الحمد لله يعني انتهت الفتره دي بمشاكلها بايجابياتها بسلبياتها، وان كانت سلبياتها كانت اكتر بكتير من كل الايجابيات. لكن النهارده كان في انتخابات وتم انتخاب مجلس اداره جديد اسفر عن فوز قائمه جمال علام باداره الاتحاد واداره الكره المصريه خلال الفتره القادمه. بالمناسبه الفتره اللي جايه ممكن ما تكونش 4 سنين، لان نجاح هذا المجلس هيكون ايهما اسبق، اقرب دوره اولمبيه اللي هتكون في باريس، ولا لو الدوره الاولمبيه القادمه في باريس اتاجلت فهيكون المده 4 سنين، ايهما اسبق اذا كانت في دوره اولمبيه او اذا كان المجلس هيستمر 4 سنين. النهارده حضر حوالي 116 نادي للتصويت في انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم. قائمه جمال علام خدت بلغ عدد الاصوات، كان نقدر نقول الاغلبيه المطلقه 109 صوت، فيما حصلت القائمه الثانيه برئاسه محمد ابراهيم على 6 اصوات، بينما تم استبعاد صوت واحد لبطلانه. القائمه بتضم جمال علام رئيسا للاتحاد المصري لكره القدم، خالد الدرندلي نائبا للرئيس، والاعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد ابو الوفا، حازم امام، محمد بركات، ايهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي. هذا العدد او من خلال هؤلاء الاعضاء وهؤلاء الاشخاص هم اللي هيديروا الكره المصريه خلال الفتره القادمه، وكلنا طبعا عارفين كل الاسامي لهم باع طويل جدا في السنوات السابقه، سواء في اداره بعض الامور في مجالس ادارات انديه او حتى في اتحادات سابقه او حتى كمان داخل لجان الاتحاد في السنوات السابقه. عموما كان في لقاءات اجرتها قناه الاهلي مع القائمه اللي نجحت النهارده برئاسه جمال علام. نخرج في هذا التقرير نشوف يعني انطباعاتهم وارائهم بالنسبه للمرحله القادمه، وامتى ممكن يكون في اول اجتماع، والمرحله الجايه بالتاكيد عندنا منافسات كاس الامم الافريقيه. نخرج لهذا التقرير نسمع اراء الاعضاء اللي تم انتخابهم اليوم، بعدها فاصل، ثم بعد الفاصل نعود اليكم باخبار مهمه جدا عن النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله ده الملف الاساسي اللي عندنا دلوقتي، ان احنا نبقى داعمين للمنتخب الاول، وان شاء الله كلنا هنكون في داعمين ليه، سواء الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الفني بالكامل، جهاز فني واداري، وان شاء الله باذن الله نوعدكم ان احنا هنحقق كل طموح الشعب المصري باذن الله على قدر الامكان بتاعنا احنا، انما احنا هنبقى داعمين للمنتخب في الفتره ده، ومفيش ملف ثاني هنفتحه غير ملف المنتخب حاليا. اتمنى تبقى بدايه كويسه، بدايه طيبه للكره المصريه، ان رجع ثاني اتحاد الكره يبقى مجلس منتخب. نتمنى ان شاء الله ان البرنامج اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا نبني القاعده من تحت، مع طبعا مع الاهتمام طبعا بالمنتخبات اللي موجوده فوق، انما طول ما احنا مش هنشتغل من تحت ونبدا من تحت من البراعم والناشئين وشباب، ونوفر الملاعب الكويسه عشان نقدر نعلم الاولاد اللي طالعين، طبعا لازم نشكر الدوله كلها ونشكر كل من ساهم في هذا الصرح الكبير، والملاعب الموجوده دي لازم نستفيد منها. موضوع ان احنا المنتخبات بتروح في فنادق وتدفع ملايين عشان معسكرات وفي حجز وفي ملاعب ولا بيأجر ملعب، حاجه طبعا صعبه جدا. اللي احنا شفناه دوت الحقيقه حاجه فخر للكره المصريه، فخر الدوله المصريه من ضمن الملاعب. ونتمنى ان شاء الله استاد العاصمه الجديده يكمل عشان تبقى كل مباريات المنتخب المصري تبقى هناك، لانه اكبر استاد هيبقى موجود في مصر، في مجموعه كبيره طالعه مع المنتخب المصري ان شاء الله. واحنا من اول يوم طبعا بندعم الجهاز الفني وملتزمين بالعقود اللي عملوها الجهاز الفني لغايه شهر 3 ان شاء الله، وكل الدعم، لان احنا ما عندناش حلول الا احنا لازم كل مصر تدعم الجهاز الفني حتى النهايه وحتى شهر 3 ان شاء الله. والله الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ونعمل حاجات يعني كويسه تكون في صالح الكره المصريه باذن الله. نتمنى ان قراراتنا تبقى يعني قرارات ان شاء الله تبقى في الصالح العام لصالح الكره المصريه. مسؤوليه كبيره علينا، واحنا يعني
زي ما هم جوه ودعمونا وجوه بالكامل وقالوا نعم لقائمتنا، احنا ان شاء الله نعودهم من الفترة اللي جاية يكون شغلنا الشاغل هم ومصلحتهم. طبعا الفترة اللي جاية عندنا سفر للكاميرون، اغلب الزملاء مسافرين مع الفريق للكاميرون ان شاء الله لمساندة الفريق الاول، وان شاء الله ربنا يكلل تعبهم ومجهودهم كلهم ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. والاستعداد كمان للمباريتين الفصلتين بتوع الوصول لكاس العالم، ثم الامور اليوميه بتاعت الاتحاد ان شاء الله، منها تكوين الروابط للقسم الاول الثاني والثالث والرابع، وان شاء الله يكونوا على نفس المستوى بتوع القسم الاول ان شاء الله. بشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه اللي ثقتهم فينا بلا حدود، وان شاء الله نرد الجميل من خلال تطوير حقيقي لكره القدم في مصر. تعبنا كتير قوي السنوات اللي فاتت، الانديه كانت حقها مهدر في كافه الدرجات. احنا جايين بفكر جديد، جايين بفريق عمل واحد، قلبنا على قلب بعض، كلنا عاوزين يعني كل الشكر لمن سبقونا. كل انسان له ايجابياته وله سلبياته، هنبني على الايجابيات، السلبيات هنحاول ان احنا نعالجها. عاوزين نغير الشكل شويه، عاوزين نغير الشكل في مسابقات الناشئين، في الاهتمام بالمنتخبات على مستوى الاعمار السنيه كلها. عاوزين كمان المناطق اهتمام بها اكتر، الحكام ايضا مزيد من الاهتمام خلال الفتره القادمه. عايزين الروابط زي ما نجحت الرابطه في اداره الدوري الممتاز يكون عندنا روابط القسم الثاني والثالث. احنا مش جايين عاوزين نستأثر بكل شيء، لا، احنا زي ما قلت مره تكرارا، اعضاء الجمعيه العموميه سواء من له صوت او من ليس له صوت هم اصحاب البيت، واحنا كمجلس ضيوف عليهم ممكن نكون موجود معاهم فتره بعد كده مش موجودين. عاوزينهم يقولوا في يوم من الايام الناس دي احسنت، الناس دي كانوا في ظهرنا، الناس دي قدموا حاجه كويسه للكره المصريه، وده هدفنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ممكن يكون في اجتماع النهارده وبكره كمان ان شاء الله، هنشوف ايه اللي نقدر نقدمه للنادي الاهلي في الفتره القادمه. النادي الاهلي بيمثل مصر، النادي الاهلي دايما بقول هو مصدر الفرحه مع منتخب مصر للجماهير المصريه، فكل الدعم للنادي الاهلي الكبير بجماهيره الكبير بلاعبيه الكبير بمجلس ادارته برئاسه طبعا نجمنا الكبير كابتن محمود الخطيب اللي هو مثال يحتذى به في كل شيء، فكل الدعم ان شاء الله هنشوف هنقدر نعمل ايه ومش هنتاخر ابدا عن النادي الاهلي. شرف ليا طبعا ان انا موجوده في قائمه الاستاذ جمال علام، فيها قامات محترمه جدا وقامات ذات خبرات، وان شاء الله انا استفاد منه ونقدر بخبراتنا كلنا نجمعها ونخدم بها كره القدم المصريه ان شاء الله. طبعا وجود المراه طبعا بقى عنصر اساسي وموجود في كل المجالات عندنا في مصر، وطبعا تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدعم المراه في جميع المجالات وبيسال على منتخب الكره النسائيه، في ظل كل ده لازم احنا كمان يكون عندنا العزم والقوه والقرار ان احنا فعلا نبقى متواجدين بقوه وباراده وفي نفس الوقت بتاهيل، يعني نكون مؤهلين في هذا الموضوع. فان شاء الله باذن الله انتشار لعبه الكره النسائيه على مستوى مصر كلها، ونجهز ونحضر المنتخب مصر الكره النسائيه اللي هيقدم مصر ان شاء الله باذن الله بمنتخب النسائي بشكل جديد. النادي الاهلي هنا في بطوله كاس العالم للانديه هو بيمثل مصر، يعني هو ما بيتكلمش على نادي بعينه، لا، احنا بنتكلم على منظومه كلها وراه علشان هو بيمثل اسم مصر. وطبعا هنا ما بيبقاش اهلي وزمالك ولا كده خالص، هو بيتكلم ان احنا منتخبنا بنتكلم من ناحيه وطنيه بقى خلاص، احنا بنتكلم على اسم مصر موجود وبيمثلنا النادي الاهلي، فكل الدعم ليه طبعا من جميع اطياف مصر كلها وجميع انديه مصر كلها. ان شاء الله اتحاد الكوره مجلس ادارته المنتخب اللي بيمثل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هتكون شريك لنا في كل القرارات، وان شاء الله تعالى هنوجد مداخل لتطوير الكرة المصرية والاهتمام بالأقسام الثاني والثالث والرابع والناشئين، ده موضوع مهم جدا، ومنظومة التحكيم وكل الملفات اللي أعضاء الجمعية العمومية طالبينها هنقتحمها بكل قوة وشفافية علشان نقدر نحقق طموحات الشعب المصري. وكل اتحاد الكورة بيدي كل الدعم والتأييد والقوة والمساندة للمنتخب القومي في مهمته القومية، بندعم الجهاز الفني بالكامل وبندعم اللاعبين وعندنا ثقة فيهم انهم قدروا يحققوا طموحات الشعب المصري. الفرقة اللي بتملك احسن لاعب في العالم محمد صلاح والرجالة اللي معاه قادرين جدا على انهم يحققوا طموح الشعب المصري.